وللحديث عن تفعيل إيران لخط تهريب الأسلحة إلى سوريا عبر الميليشيات في العراق، معنا من اسطنبول عبر الهاتف الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. حياكم الله أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدي قناة رافدية. أهلا بك أستاذ بهاء. ما الذي يعنيه بداية كشف واشنطن بوست عن تفعيل الخط البري لتهريب الأسلحة إلى سوريا عبر الميليشيات في العراق بهذا التوقيت، توازيا مع عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية؟ نعم، في البداية قد تكون هي مجرد رسالة أرادت منها خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أرادت منها الواشنطن بوست تذكير الإدارة الأمريكية بأنه استمرار الوجود الإيراني في سوريا يهدد مناطق النفوذ الولايات المتحدة وخصوصا في قرب الحقول النفطية. عودة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية من خلال اجتماع وزراء خارجية اللي تم يوم أمس والاتفاقات اللي أدت إلى عودة هذا النظام كان بشروط، هنالك شروط وضعتها الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية أمام عودة سوريا للجامعة العربية، منها إخراج كافة الميليشيات. إخراج كافة الميليشيات لا يمكن أن يتم من دون مساعدة القوات الأمريكية اللي موجودة في تلك المنطقة، وبالتالي هنالك إشارة إلى ضرورة إخراج هذه الميليشيات من سوريا حاليا في الفترة قبل عودة نظام بشار الأسد إلى اجتماعات الجامعة العربية. يعني هذا مجرد إجراء ممكن أن تتخذ الإدارة الأمريكية من أجل تذكير العرب أولا وتذكير إيران نفسها بضرورة انسحابها من مناطق النظام السوري ومناطق التي تسيطر عليها في سوريا. نعم، ولكن يعني هل تعتقد أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق ستنسحب بسهولة من المشهد في كل من العراق وسوريا وأيضا من المنطقة بشكل عام مع هذا الرفض العربي لوجودها؟ هل ستنسحب هذه الميليشيات بكل بساطة؟ بالتأكيد هذه الميليشيات لا تمتلك قرارها، القرار الأول والأخير يعود إلى إيران. إيران لا يمكن أن تنسحب من سوريا بسهولة نهائيا، لأنه إيران لها مصالح أصبحت ليس فقط في سوريا وإنما في لبنان، لأنه هذه الدول أصبحت بؤرة كبيرة لترويج المخدرات في الوطن العربي وفي العالم بسبب ضعف الأنظمة السياسية اللي موجودة في هذه الدول وسيطرة إيران الكلية على هذه الدول. أيضا هنالك تهديد للدول العربية المحيطة بإيران من هذه دول الخليج وحتى دول كبيرة مثل مصر وغيرها. التهديد الآن اللي موجود من قبل إيران هي تستخدم للتفاوض مع أمريكا حول ملفها النووي، وبالتالي انسحابها معناها خسارة أحد أسلحتها الموجهة ضد المجتمع الدولي أو ضد المنطقة العربية والتي تستخدمها من ناحية التفاوض حول موضوع امتلاكها للسلاح النووي. هنالك توجه أمريكي إسرائيلي لإنهاء الوجود وحتى عربي لإنهاء الوجود الإيراني في سوريا والعراق، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات ومنها موضوع تجديد الخناق على الميليشيات من خلال الضربات العسكرية أو من خلال تجديد الحوالات المالية التي بإمكانها أن تمول هذه الإجراءات. ما مدى فاعليتها وتأثيرها على الوجود الإيراني في كل من العراق وسوريا، خاصة في ظل كما يعني ذكرنا عودة سوريا إلى أو عودة النظام إلى شغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية؟ نعم، الحكومة الأمريكية اتخذت العديد من الإجراءات، أولها إرسال أسلحة تستخدم لأول مرة في سوريا، أسلحة بإمكانها اختراق الحصون من أجل ضرب هذه الأسلحة التي نقلتها إيران عن طريق ميليشياتها أثناء فترة الزلزال اللي جرى في شهر شباط الماضي. هذه الأسلحة قادرة على تدمير المستودعات. أيضا هنالك طيران إسرائيلي يشن غارات متكررة سواء على سوريا وعلى ريف دمشق وعلى الحدود العراقية الإيرانية، الحدود العراقية السورية في البوكمال من أجل قصف هذه المستودعات. هنالك توجه من الحكومة السورية نفسها من بشار الأسد بضرورة تحييد وجود هذه الميليشيات. اليوم كان هنالك كلام من بعض الناشطين السوريين اللي يقيمون في المناطق اللي تسيطر عليها الميليشيات حول رفع الاعلام اللي موجوده على مناطق سيطره هذه الميليشيات. سحبت الاعلام الايرانيه واعلام الميليشيات ووضعت بدلا منها
العلم السوري، علم النظام السوري في توجيه مباشر من قبل حكومة بشار الأسد. هذا يعني أنه حتى الحكومة السورية قد تتعاون مع الدول العربية ومع أمريكا في سبيل إخراج الميليشيات من سوريا ومن ثم إخراجها من العراق أو إنهاء وجودهم في العراق. هذا التوجه العام اللي تشير إلى أو تحاول أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمنطقة العربية بصورة عامة. نعم، طيب برأيك أستاذ بهاء، ما الذي يعنيه تصدر شخصية تعد أحد أركان حكومة السوداني، وأقصد هنا أبو فدك، يعني ما الذي يعنيه تصدر هذه الشخصية لعمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الإيرانية في سوريا ولبنان، واستغلاله أيضا كارثة الزلزال لتمريرها بشكل أكبر بحسب صحيفة واشنطن بوست؟ نعم، اختيار هذه الشخصية كان لعدة أسباب. أولها أنه كان قريب جدا من قاسم سليماني ولديه تأثير على الميليشيات اللي موجودة في سوريا، الميليشيات العراقية اللي موجودة في سوريا. هناك ميليشيات إيرانية في سوريا وهناك ميليشيات عراقية. استخدام شخصية أبو فدك لتصدر المشهد فيها في عملية نقل الأسلحة لقربه كان من قاسم سليماني ولمعرفته في بمنطقة تواجد هذه الميليشيات ومعرفته أيضا بأماكن تخزين الأسلحة التي قامت الميليشيات بنقلها إلى سوريا بعد فترة الزلزال. لذلك يعتبر هو كشخصية مرغوبة لدى إيران لدرجة أنه بإمكانها الاعتماد عليه لن يكون من يتولى عملية هذا النقل، نقل الأسلحة، وهو ما يعني ما سبب إحراج كبير في وقتها لحكومة السوداني باعتبار أنه الحشد الشعبي جزء يعني خلينا نقول من المؤسسة العسكرية رسميا كما يقولون، وبالتالي هنالك إحراجات كانت هنالك إحراجات لحكومة السوداني. لكن تم ثلاثة الموضوع من خلال عدم تناول الأخبار التي تتحدث عن نقل المساعدات إلى سوريا إلا من خلال بعض المؤسسات الإعلامية التي تمتلكها هذه الميليشيا. طيب على أي أساس سمحت حكومة السوداني لأبو فدك باستخدام أموال الدولة في العراق لمصالح دول أخرى؟ لا سلطة للدولة، لا سلطة لا لحكومة السوداني ولا من سبق حكومة السوداني على الميليشيات في العراق. الميليشيات سبق لها أن استخدمت أموال الدولة العراقية في إرسال المقاتلين إلى سوريا وإرسالهم إلى اليمن وإرسالهم إلى لبنان وإرسال الأسلحة وإرسال حتى الأموال التبرع وإرسال حتى النفط الخام من خلال قوافل اللي كانت تسير إلى لبنان وإلى جنوب لبنان من أجل بيعه والاستفادة من أمواله. الحكومات لا تمتلك سيطرة على الميليشيات، لو كان للحكومات سيطرة على الميليشيات وحركة الميليشيات كان ممكن بكل بساطة أن تنهي وجودها، لكن هي لا تمتلك أي سيطرة لأنه أساساً الميليشيات هي من تحكم البلد فعلياً في هذه الفترة، والشخصيات السياسية التي يتداورون على الحكم ما هم إلا واجهة لهذه الميليشيات. نعم، إذن كنت ضيفاً عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، أشكرك جزيل الشكر.